سير. دونك ندخل في الكونت تاعي كمواطن. هاوليك جو مكونكت هذايا بلاتفورم تاعي انا كمواطن. رماركيو بلي انا دايرينها غراتوي، دايرينها غراتوي هاد ليامات تاع الكوفيد. وعندي تيلي كونسلطاسيون، تيلي كونسلطاسيون فيها كي نكليكي على ميدسا يخرجوا لي كاع الاطباء اللي راهم كونيكتي، يعني الاطباء اللي قابلين باش يديروا معنا تيلي كونسلطاسيون. دونك وشنو سبيساليتي تاعو، ديسكريبسيون، طبيب يدير ديسكريبسيون روحو، وش الخدمات اللي يقدمها وش الاختصاصات اللي عنده الى اخره الى اخره. هذا التطبيق هو في الحقيقه منصه على الكلاود على السحابه، وين المواطن يدخل يسجل نفسه كاي تسجيل في اي موقع الكتروني، بعد ما يكون فيها يعني مقابله والتسجيل تاعو يفاليدي يعني، فيقدر يدخل داخل المنصه. في المنصه راح يوجد يعني اطباء من كل الاختصاصات من كل ربوع الوطن، ونغتنم الفرصه هذه باش نحييهم ونقول لهم يعطيهم صحه لانهم اطباء متطوعين. فالحمد لله كاين كل مكان في الجزائر، في الشرق في الغرب في الجنوب في الشمال، في كل مكان، في كل الاختصاصات تقريبا عندنا قريب 20 اختصاص. وكل هاد الاطباء طبعا حنا باش يعمل يعني انسان يقدر يقدم استشاره داخل المنصه، نطلبوا منه اولا انه يثبت لنا انه طبعا طبيب اولا، ثم انه عنده كذلك الرخصه للعمل. فالمريض يدخل يلقى كامل الاطباء، يتصل على الطبيب، يضغط على زر فقط، عنده من البدايه للنهايه عنده 3 أزرار يضغط عليهم، يعني سهل جدا استعمال المنصه. يضغط على زر فيخرج عند الطبيب من الجهه الاخرى طلبيه تاع فحص. طبيب اذا كان قبل الطلبيه فيوقع، احنا نفتحوا بيناتهم قناه مشفره للمحادثه المرئيه الصوتيه والكتابيه. انا الحمد لله رانا طلعنا التطبيق السمارت فون، طب تطبيق الهاتف المحمول، لانه في البدايه كانت فقط موجهه للناس اللي عندهم حواسيب، ولكن الان رانا طورنا التطبيق تاع الهاتف المحمول، راح يكون مطروح ان شاء الله في البلاي ستور الايام المقبله. الملف نوميريزي ديجيتالي بورتابل، نيميريزي راه نيميريزي في الميكرو عند الطبيب، بصح هذا يديه المريض معاه وما عاد يخرج لي داخل. وفي التطبيق فيه كامل، فيه 4 أفراد من عائلة، تما يقدر مثلا أب العائلة رب العائلة كاع العائلة تاعو يديرها في التليفون تاعو، لي رونديفو اللي يديرهم الطبيب داخل بوسمو يخرجوا اوتوماتيكمون عند المريض ويصونيو، يعني تعطي نوتيفيكاسيون يعني اعلان للمريض سمانه قبل الموعد، يقول له التليفون يصوني له، يقول له عندك السمانه الجايه رونديفو مع الطبيب باش ما ينساش. لو رابور ميديكال، رابور ميديكال يعني واش عنده ادويه او شربهم، واش عنده امراض، واش عنده حساسيه. الاستشاره الطبيه عن بعد جات في الوقت اللي في الحقيقه يعني جات في وقتها في ضمن هذه الازمه تاع ازمه الكوفيد، فالناس كثير يعني راحت للقطاع العام وكاين ضغط كبير على القطاع العام. ف منصة كما تاعنا تعاون انها تنقص الضغط على المستشفى، تنقص عليه الضغط وتنقص عليه يعني خاصة الاستشارات اللي يقدروا ما يتندارجوش في المستشفى. كاين ماشي كل في الحقيقة المواطن ما لازمش يكون عنده لو ريفلاكس تاع كي مرض يروح مباشرة للمستشفى، لازم يروح يشوف الطبيب تاعو. جات المنصة هذه حتى تسمح لهم انه يكملوا هذاك العلاج ويكملوا هذيك المتابعة الطبية للمرضى تاعهم بطريقة يعني سهلة، وبطريقة خاصة تحتفظ على هذا الإجراء اللي هو الحجر الصحي اللي هو مهم ومهم ومهم جدا جدا في الوقت الراهن، لأنه العلاج اللي يعني الأنجع باش نقاوموا هذا الفيروس تاع فيروس كورونا.